وردتنا الكثير من الشكاوي، مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي تنتقد عمل وزارة النقل، شلون تعلل هذه المقاطع؟ قبل يعني نعقب على ما قالته في تلك المقاطع، طبعا المقاطع لدينا من المؤشرات وكذلك من المعلومات انه تم توجيهها من قبل بعض الجهات من اجل الاساءة لوزارة النقل وجهد وزارة النقل. لا ننسى انه السيدة رئيسة لجنة النقل والاتصالات في مجلس محافظة كربلاء المقدسة أعلنت أنه وزارة النقل هذا العام هو جهودها مميز ولم تسجل لديهم أي مشكلة أو شكوى على وزارة النقل ولم يكن هناك عمليات تأخير فيما يخص جهد وزارة النقل. ليش اللي ينتقد يعتبر مدفوع من جهة أسرة؟ ممكن مواطن وعبر عن رأيه قال لك أنا ما بقبل بهذا. كل أدبيات الانتقاد هي تقول أنه الانتقاد لما يكون بناء فهذا بالتأكيد هو عامل إيجابي، لما يكون النقد هدام فبالتأكيد أنه هو الغاية من عنده غاية سيئة، ولربما أنه زيارة الأربعينية بملايينها لأكثر من 20 مليون لم ترق للبعض ولم يكن هذا الموضوع هو ضمن حساباتهم، وكأنه عملية الفشل دائما لازم تكون الموجودة على المؤسسات الحكومية. بالتأكيد أن وزارة النقل والمؤسسات الأخرى نجحت في عملية التفويج، وضمن المحاور احنا اليوم نتحدث عن جهد عظيم لوزارة النقل، 26 طائرة للخطوط الجوية العراقية، 3 مطارات لإدارة المطارات والملاحة الجوية، النجف، الأشرف، بغداد وكذلك البصرة، 16 قطار للشركة العامة لسكك حديد العراق على محورين رئيسيين، محور كربلاء المقدسة البصرة وأيضا كربلاء المقدسة بغداد. أيضا هنالك مشاركة لأول مرة للنقل البحري من زوارق 5 والنقل من ميناء خرم شهر من الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتجاه مرسى العشار في رصيف العشار في البصرة، وهذا الموضوع أيضا بنقلة نوعية باعتبار أنه قلل الوقت 45 دقيقة والزائر يكون مباشرة في وسط محافظة البصرة.